أسأل عن ساعة الإجابة التي تكون في يوم الجمعة، هل تستمر هذه الساعات؟ ساعة قليلة التي في يوم الجمعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكرها أشار بيده، قال الراوي كأنه يقللها، فهي ساعة يسيرة تمر في يوم الجمعة ولا يدرى أي لحظة منه، أخفاها الله من أجل أن يجتهد المسلم في كل يوم الجمعة في الدعاء، ويكون قد صادف هذه الساعة وأيضا زاد عليها الدعاء في باقي اليوم، يكون هذا أكثر أجرا له. نعم.